السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقيت الصلاة في مصر بإذن الله الأربعاء 1 فبراير 2023 10 رجب 1444. فضلا منكم وتكرم أتمنى تدعم القناة باشتراك ولايك، جزاكم الله خيرا. مواقيت الصلاة على القاهرة الفجر بإذن الله سيؤذن في تمام الساعة 5:17، تشرق شمس القاهرة في 6:46، الظهر بإذن الله تعالى لازلنا الشروق 6:46، الظهر في تمام الساعة 12:09 دقائق بإذن الله، العصر في تمام الساعة 3:10، المغرب على القاهرة في تمام الساعة 5:32، وتؤذن العشاء في تمام الساعة 6:52. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما رمشت العيون، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الأنفاس في الصدور، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد قطرات المياه والبحور، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة دائمة قائمة إلى يوم نلقى وجهك الكريم، صلوا عليه وسلموا تسليما، فإن الصلاة على الرسول نجاة، اللهم صل وسلم.